السلام عليكم. تحذير مشترك للمغاربة من مديرية الأرصاد والشركة الوطنية للطرق السيار. لكن قبل الخوض في تفاصيل هذا الخبر، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك في القناة لتتوصلوا بآخر الأخبار المغربية. دعت الشركة الوطنية للطرق السيار بالمغرب السائقين إلى توخي الحيطة والحذر على الطريق السيار الرباط طنجة والطريق السيار فاس وجدة غدا الخميس وبعد غد الجمعة. وأفادت الشركة الوطنية في بلاغ لها أنه عقب النشرة الإنذارية الصادرة عن المديرية العامة للأرصاد الجوية أمس الثلاثاء معلنة هبوب رياح قوية مع تطاير الغبار في عدد من الأقاليم الشمالية والشرقية للمملكة، وذلك يومي الخميس والجمعة 2 و3 نوفمبر، فإن الشركة الوطنية للطرق السيار أوصت مستعملي الطريق السيار الرباط طنجة وفاس وجدة بأخذ الحيطة والحذر وبالاستعلام عن حالة حركة السير قبل أي تنقل.